السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا معدلات الانتقاء وعتبات الانتقاء لسنة 2023، وبالضبط غادي نشوفوا لو ان سي جي لينسا ولينا، نشوفوا المعدلات اللي تهزوا بهم التلاميذ والتلميذات والطريقة كيفاش كنحسبوا هذا المعدل. نبداو على بركة الله بطريقة احتساب المعدل. كما تعلمون بالنسبة للعديد من المؤسسات ما بعد البكالوريا في المغرب، معدل الانتقاء يعتمد فقط على النقطة المحصلة في امتحان ديال الباك، شحال جبتي في الباك وشحال جبتي في الجهوي. كيفاش تنديرو؟ تنشدو الامتحان الجهوي كنضربو في 0.25 والامتحان الوطني في 0.75. ناخدو كمثال، مثلا تلميذ جاب في الامتحان الجهوي 14 غنضربوها في 0.25، مثلا جاب في الامتحان الوطني 15 غنضربوها في 0.75، والمجموع ديال هاد النسبتين هادو بجوج كيعطيونا معدل الانتقاء اللي كيساوي عند التلميذ هذا مثلا 14.75. والهدف ديالنا من هاد الفيديو هذا هو اننا نزيد نحفز التلامذ باش يجيبوا نقاط اللي هي مزيانه. كما تعلمون ان الاختيارات الدراسيه فهي مرتبطه بالمعدل ديالك اللي هو ديال الامتحان الجهوي واللي هو داز، باقي دابا الامتحان الوطني باش توجدوا ليه بشكل جيد، وكنتمنوا التوفيق للجميع. نبداو على بركه الله، نبداو بالو ان سي جي اللي هي المدرسه الوطنيه للتجاره والتسيير. بالنسبه لشعبه اس في تي وفيزيك يعني علوم تجريبيه، كان معدل الانتقاء ديال سنه 2023 هو 14 باش هزو الدراري ديال الفيزيك وديال علوم المحيط والارض. بالنسبه للسيونس مات كان المعدل هو 12. بالنسبه للايكونومي صحاب الجيستيون والايكونومي عندهم معدل الانتقاء هو 12، لان لو ان سي جي هي الدار ديالهم كما تنقولوا. بالنسبه للباك بروفيسيونيل الشعبه ديال المحاسبه زو الدراري ب 14. نمر الان الى لينسا. لينسا صاحب الفيزيك هزوهم ب 14.50، سيونس مات 12، تكنولوجيا اس في تي ب 15. وندوزو دابا لينا ديال الرباط زادت ب 14.36، لينا ديال فاس 13.48، وجدة 13.95، تطوان 14.23، راكش 14.18، وأكادير 14.23. ودونك هاد الفيديو هذا باش انت تعرف يعني المعدل اللي تقدر تجيب، باش تا الا جاب الله مثلا يعني ما توفقتيش ولا ما قدرتيش تجيب داك المعدل، ديما دير دي بلون في راسك، بلون ا بلون بي بلون سي، باش لما ما صدقش هذا يصدق هذا، باش ما تصدمش انت تعود يعني المعدل يكون عندك طايح، انت معول على شي مدرسه اللي هي كتقول معدلات كبار. ديما نوجد لي بلون ديالك، ديما نلقى حلول وبدائل، ونتمنى التوفيق للجميع والى اللقاء في فرصة قادمة.